اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. مرحبا بكم بالجميع في الجلسة الثالثة الخاصة بوظيفة مساعد الدراسات العليا. يسعدنا كمكتب دراسات عليا أن نقدم لكم مستجدات وظيفة الجي اي أو مساعد الدراسات العليا، وقد سبق تقديم ورشتين. الورشة الأولى في 1 مارس في 2021 وكانت مقدمة باللغة العربية. الجلسة الثانية كانت في 16 فبراير وقدمت باللغة الإنجليزية بشأن تطورات الوظيفة. واليوم إن شاء الله راح تكون هذه جلستنا الثالثة بخصوص ما تم من خطوات. Let me switch to English. Welcome everybody. This is our third session regarding GA or assistant or graduate assistantship. Our first workshop was offered on March 1st. It was in Arabic. Second one was presented in February 16th, 2021 course. That was in presented in English. Today, inshallah, we are going to speak about the updates, the end steps that we already completed. Inshallah, you will gain a lot of information. Inshallah, I will remain speak in English. And Dr. Ahmed Al-Aoun, Dean of Graduate Studies, will speak in Arabic. Dr. Ahmed, floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا غادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الورشة المختصة بمساعد الدراسات العليا. طبعا مقدمة الأستاذة غادة العميد المساعد لشؤون الطلاب في مكتب الدراسات العليا مقدمة حول الورش السابقة، وطبعا كل هذه الورش موجودة ويمكن الرجوع إليها. وفي هذه الورشة إن شاء الله كما ذكرت أستاذة غادة سيكون لنا تذكير بالمقترح الجديد لوظيفة مساعدي الدراسات العليا، والذي طبق في هذا العام بالنظام المدمج مع النظام القديم، وسيكون إن شاء الله في العام القادم بالكامل بالنظام الجديد الذي سنشرحه إن شاء الله بعد قليل. طبعاً هذه الورشة موجهة بصورة أساسية إلى أعضاء هيئة التدريس، ومرحب ب زملاء الطلاب أيضا أن ينضموا إليها حتى يكون لديهم فكرة كافية عن الآليات التي يتم العمل من خلالها، وحتى يسهل لهم عليهم التواصل مع أساتذة الدراسة المشرفين في الدراسات العليا لإعداد المشاريع الخاصة ببرنامج بوظيفة مساعدي الدراسات العليا. طبعا وظيفة مساعد الدراسات العليا، إذا بعضكم يستطيع رؤية المعلومات الموجودة في الخلف الآن، ولكن هي باختصار هي وظيفة بحثية. اتجهنا في مكتب الدراسات العليا منذ ما يقارب 4 سنوات في وضع اللائحة الجديدة لها لتنظيمها، ويعني تحديد المهام التي يقوم الطالب فيها بها. وهي كانت في الحقيقة تقوم على أساس تعيين الطالب في الأقسام العلمية الموجودة لدينا أو في البرامج الأكاديمية في الماجستير أو الدكتوراه، ويقوم القسم المعني بتخصيص مشرف لهذا الطالب يعمل معه في رسالته أو في بحثه، وأيضا يقوم الطالب بأداء مهام بحثية أخرى مع أساتذة آخرين، بالإضافة إلى بعض المهام التدريسية أو المهام البحثية الأخرى. وكان هناك تقسيم للساعات بحيث يعمل الطالب 35 ساعة في الأسبوع موزعة بين البحث والإنتاجية البحثية الأخرى مع الأساتذة، وكذلك الأعباء التدريسية التي يرى القسم أو البرامج الحاجة إليها، وكان يستفاد منهم. كان هناك بعض الأخطاء في فهم طبيعة الوظيفة، بحيث كانت بعض الأقسام العلمية تقوم بتكليف مساعد الدراسات العليا ببعض الأعباء الإدارية. No, the meeting will be in Arabic and English. I'm sorry for just Miss Ghada. Inshallah, she will be speaking in English and I'm speaking in Arabic. So we will be jumping from Arabic to English and the same information will be shared, inshallah. So don't worry, stick around. فلذلك كما ذكرنا يعني أن هناك يعني بعض الإشكاليات التي حصلت. الأمر الآخر، كان هناك يعني فكرة أو انطباع بأن هذه الوظيفة هي مخصصة لدعم الطلاب المحتاجين ماديا،
وكان يعني أحيانا يتم ترشيح بعض الطلاب الذين لا توجد لديهم القدرة أو المهارة الكافية للإنتاج البحثي. والإنتاج البحثي هو جوهر هذه الوظيفة حقيقة، لأننا نشترط لتجديد العقد مع الطالب أن يكون هناك إنتاجية بحثية خلال العام الأكاديمي، يعني في كل عام أكاديمي. كانت تواجهنا أن بعض الطلاب لا يقوم بهذا الإنتاج البحثي لعدة أسباب، إما لعدم وجود المهارة، أو لأنه في بعض الأحيان يكون الأستاذ لم ينتبه لهذا الأمر، أو تكون المهام التي كلف بها الطالب كثيرة جدا بحيث استغرقت معظم الوقت الذي يعمل من خلاله هذا الطالب. فلذلك يعني كان هناك يعني خلال السنوات الماضية سعي إلى محاولة تحسين هذه التجربة، ومحاولة إضافة وتعديلات أخرى قد تؤدي إن شاء الله إلى تحقيق الهدف الأساسي منها. في العام الماضي قمنا بتطوير واقتراح مقترح تطويري جديد، وتم عرضه على اللجنة التنفيذية لرئاسة الجامعة وحظي بالقبول، وأيضا تم عرضه على الكليات، وتم عرضه على البرامج العلمية، وأخذنا منهم التغذية الراجعة حوله، ووصلنا إلى أنه سيكون مبني على المشاريع البحثية، أي أنه سيكون بمثابة المنحة البحثية التي لا تعطى إلا لأستاذ والطالب الذي يستطيع أن يوفي بالمتطلبات لهذه الوظيفة. حقيقة يعني المشروع قائم على أساس يعني وباختصار وشرح مبسط للفكرة، ثم بعد ذلك سنستعرض بقية الشرائح الموجودة، وستتحدث الأستاذة غادة حول الموضوع. فنقول يعني هنا بأن المشروع قائم على أن الأستاذ أو المشرف يقوم بالتقدم بفكرة بحثية، تصلح هذه الفكرة البحثية لأن تكون إما هي ذاتها كرسالة للماجستير أو رسالة للدكتوراه، أو يكون يمكن أن يستل منها رسالة للماجستير أو الدكتوراه، فيكون هناك مشروع بحثي ضخم يقوم به الأستاذ. فمن ضمن هذا المشروع البحثي يحتاج إلى مساعدة طالب، فيقوم بتعيين هذا الطالب، فيقوم الطالب بكتابة رسالته في ضمن هذا المشروع البحثي، ويقوم أيضا بمساعدة الأستاذ في النشر العلمي. وبذلك ضمننا بأن الطالب سيعمل في مشروع أو في مجال بحثي معين، وهو من ضمن اهتمامات الطالب. وأيضا هناك أمر آخر يقوم به، أن الطالب نفسه والأستاذ نفسه سيقوم بنشر علمي أكثر، فبذلك فيه فائدة للأستاذ من ناحية النشر العلمي وزيادة النشر البحثي له، وكذلك الطالب يكتسب الخبرات الكافية ويكون يعمل في نفس المجال، ولم يعد هناك تكليف بالأعمال السابقة التي يقوم الطالب بالعمل فيها من خلال العمل مع أساتذة أو مشرفين آخرين في مشاريع بحثية قد لا تكون من ضمن اهتمامات الطالب أو من ضمن تخصصه كما يحصل في السابق. كمقدمة سريعة الآن، يعني هذا بصورة مختصرة، احنا اقترحنا أن يكون التنظيم الموجود هو، ما أدري إذا كان في سلايد باللغة العربية لهذا نعم، هنا بدأ تقديم المقترحات البحثية للأساتذة، ونحن نتحدث هنا الآن عن ليس عن هذا العام، لأن هذا العام كما تعرفون حصلنا على الموافقة عليه في شهر 2، في نهاية شهر 2، فلم يكن هناك الوقت الكافي لفتحه، ففتحنا المجال لهذا الخريف. وبالنسبة لخريف 2022 بدأ التقديم منذ أسبوعين تقريبا، وسيستمر لأسبوعين آخرين عن طريق الرابط الموجود في أسفل الصفحة، وقد تم تعميم هذا الرابط على العمداء المساعدين ومسؤولي الدراسات العليا في الكليات والمراكز البحثية، ويمكن لكم الذهاب إلى الاستفادة من هذا الرابط والتقدم به، وستكون هناك شرح للآلية. لكن إن شاء الله بالنسبة لخريف 2023 سيكون التقدم له في شهر مارس بإذن الله، شهر 3. التقديم الآن المفتوح هو للمشاريع التي ستبدأ في خريف 2022، أي بعد سنة من الآن. والسبب في أننا نبدأ من شهر مارس
أن كما تعرفون هناك إجراءات نحتاج لها لتحكيم هذه المشاريع البحثية ولفرزها ولتوزيعها واختيار المشاريع الفائزة. ثم في شهر أغسطس والذي سيحصل في شهر أغسطس وشهر سبتمبر، ثم في شهر أكتوبر سيتم الإعلان عن المشاريع الفائزة، وبذلك الطلاب الذين يرغبون بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا في فصل الخريف القادم سيكون لديهم فكرة ومعرفة ما هي المشاريع البحثية الفائزة وما هي المجالات البحثية، وبذلك يستطيعون في نفس الوقت الذي يتقدمون فيه بطلب للالتحاق ببرامج الدراسات العليا يتقدمون للالتحاق بوظيفة المساعد الدراسات العليا وفقاً للمشروع أو للمجال البحثي الذي هو من ضمن اهتماماتهم البحثية، فيتقدمون في نفس الوقت مع بعضهما، وسيصدر القرار بشأن اختيار الطلاب حتى قبل فتح الفصل القبول لفصل الخريف في الغالب، وبذلك يكون الطالب يعرف هل سيتقدم للبرنامج أم أنه سينتظر لعله في الفصل القادم أو سيذهب إلى برنامج آخر، لأن هذه إحدى الإشكالات التي واجهت البرامج وواجهت الطلاب أنهم ينتظرون لمعرفة هل هو حصل على وظيفة مساعد دراسات عليا، وهذا ما حصل في هذا الفصل، تأخرت النتائج، وبذلك الطالب يضمن قبل حتى أن يتقدم لبرنامج الدراسات العليا أنه قد حصل على وظيفة مساعد دراسات عليا، وبذلك يتقدم للبرنامج ويحصل على القبول ويبدأ في دراسته في فصل الخريف، وهو قد تم توقيع عقد وظيفة مساعد دراسات عليا معه منذ البداية. أترك الآن المجال للأستاذة غادة لشرح الجدول الزمني باللغة الإنجليزية، ثم نعود إن شاء الله ببقية الأمور. بالنسبة للأسئلة، وإذا كان لديكم أي استفسارات، نحن يعني خصصنا ساعتين ولن نأخذ أكثر إن شاء الله من نصف ساعة أو ساعة إلا ثلث في شرحنا لهذه الآلية، وبعد ذلك سيفتح المجال لجميع الأسئلة والاستفسارات التي ترغبون بالحصول عليها. تفضل أستاذ غادة. Thank you, Dr. Ahmed. So now I'm going to talk about research proposal submission timeline for supervisor. So the launch of the call of the proposals starting with in March, inshallah, per academic year. This is the typical timeline. According to this year, it was a little bit changed because we are working in hybrid scheme between the old and the new GA timeline. The deadline for proposal will be end of May, also in spring semester. Pre-screening of proposals will be between August and September in fall. Proposal selection announcement will be October in per academic year. Application address, that I'm sending all the needed information and the link also and the forms through email to all associate deans and director of research centers. So would you please give me the opportunity to show you the conf tool and how to use it to apply. سيتم الآن استعراض الرابط بالمعدن من الأستاذة غادة، سيتم استعراض الرابط الآن، وهذا يمكن يعني الاستفادة منه باللغة العربية واللغة الإنجليزية، فلذلك يعني أرجو يعني التركيز على هذا العرض الذي سيأتي الآن إن شاء الله بإذن الله. Okay, so this is the conf tool. You can use the link that I sent to you through email. You need, of course, to create an account and submit an application if your application is ready. So let's see what the create account is. So you click the create account. Of course, company Qatar University, title and the full academic title or professional position, first, middle name, all data that you already know about it, and then submit. So submit, and you can start fill your application, or you can create your account, and then after that you can submit application if the application
is ready. So let's assume that you have your already account, so you can we can log in. Log in and your application topic. So this is a step one. Your name will be already in the system, and you will have like user ID. And of course, a topic proposal by faculty researchers will be only submitted by the information will be there. Abstract, you can write whatever you want in the abstract. Then choose a college or center that you are belong to. So maybe you are from center or from college. Okay, so I will check like College of Engineering. Then for pillars and topics, you can choose the pillar or topic that you are going to make your research about it. So energy and environment. So maybe I will choose oil and gas. And then you write keyword here. Are you Qatari citizen? So yes. Anything without stars, you can ignore it. This is your choice. So before proceed to step two, let me switch to Arabic. طبعا هذا هو الابلكيشن. ممكن احنا نحول الى اللغه العربيه ايضا. في هنا اوبشن يتحول للغه العربيه. بعد ما تعمل الاكونت معلوماتك راح تنزل بشكل تلقائي في الابلكيشن. بتكون الاسم اسمك موجود submitting authors. authors already معلوم اسمك موجود من الابلكيشن اللي حضرتك عملته. اليوزر راح يكون موجود. التوبيك ايضا موجود. راح تكتب طبعا الابستراكت او نبذه مختصره عن البحث. ننتقل منها الى تحديد الجهه اللي حضراتكم قادمين منها، سواء من مركز بحثي او من الكليه. بعد تحديدها راح نحدد، طبعا بما ان صار التوجه الجديد اللي هو التركيز على الاولويات البحثيه او الركائز الاربعه الخاصه بجامعه قطر، احنا حطيناهم وراح تلاقونها موجوده امامكم. كل البيلر تحتها اللي هي التوبكس المتعلقه فيها راح تختار اي واحد منها راح البحث راح يكون متخصص فيه. ننتقل الى اللي هي الكلمات المفتاحيه الخاصه بالبحث، وبعدين طبعا هنا السؤال هل المتقدم للبحث هل هو من قطري الجنسيه او غير قطري. من بعدها على حسب اللي هو اذا كان حاب انك تجاوب على السؤال الثاني او لا، اللي هو number of science index journal papers that come في منشورات او ما في منشورات. بعدها طبعا احنا ممكن proceed، راح ننتقل الى المرحله الثانيه. So this is application step 2. You will find your name and the number or the ID number and your college and the pillar and if you are citizen in Qatar or not and the abstract that you already entered. Upload files. I attached also the template that you need to fill and upload it here, plus your CV. If you are done, you can submit here, upload, and that it will be like save application, upload files later in case your files are not ready in that time. So it's very easy comparing to our procedure last time. في المرحلة الثانية، راح تكون معلوماتك already جاهزة ظاهرة، الاسم والرقم، الكلية اللي تنتمي لها، والركيزة البحثية اللي راح تتكلم عنها. طبعا راح يطلبك ان تضع اللي هو مرفقات اثنين، المرفق اللي هو القالب اللي فيه الابلكيشن اللي يتكلم بشكل اكبر عن البحث، وايضا اللي هو السي في او السيره الذاتيه الخاصه بعضو التدريس او بالباحث. راح تكون المعلومات كلها حاضره امامكم. بمجرد انك تعمل تحميل او ابلود، او انك ممكن تعمل ابلود بعد فتره معينه، بس ان انتبه ان انت ما تعمل ابلود مثلا تترك او تنسى الابلكيشن الى ما بعد الاقفال، لان احنا راح نقفل في 7 سبتمبر. فإذا كان 7 سبتمبر وأغلق خلاص ما راح تقدر تدخل مرة ثانية وتعمل upload. I want to bring to your attention that you need to upload your attachment before the deadline. The deadline is September 7th.
after that the application will be closed and you will not be able to submit or add anything. So this is step two. After that, it will be okay, and we will move to stage two. So far, if you have any question, we will be very happy to answer answer your questions and queries regarding the application. الأسئلة إن شاء الله ممكن يكون في أسئلة في المقابل في الوقت لاحق. ممكن نرجع للبرزنتيشن إن شاء الله. طبعا احنا اخترنا ان يكون الطلب الكتروني بحيث يكون كل شيء موجود ويمكن من خلاله للجان التحكيم ان تقوم بالدخول مباشره وتحكيم المشاريع البحثيه، ويكون اسهل لانه يعني حصلت مع بعض الزملاء عن طريق البريد الالكتروني انها الملف باختصار فقد ولم يوجد، كان الملف قد تم ارساله من قبل الكليه والإيميل والبريد الإلكتروني أرسل من قبل الكلية، ولكن فوجئنا بأن البريد الإلكتروني لم يصل عندنا في نفس الوقت الذي تم إرساله. So we choose to go online because it's easier, better and more safer, because we found that some applicants in the last cycle they send and they already submit their applications to the college and the college send it by email. But unfortunately, the email didn't arrive, basically, or we didn't receive it in our mailbox. So this way, everyone will find that their application will be submitted, and they will, inshallah, have the chance to participate and apply to this grant. الآن يعني طبعاً. نحن كنا نتحدث عن المرحلة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. هنا تقديم الطلاب للطلبات الالتحاق بمساعد الدراسات العليا. دعوني ألفت النظر هنا إلى مسألة مهمة، وهذا هو الهدف يعني من لقائنا، بأننا عندما نتحدث عن هذا الأمر يعني لما بدأنا نتحدث واخترنا نأتي إلى وإعطاء هذه ورشة العمل، لأنه قد صادفتنا بعض الإشكالات المهمة والتي ينبغي الإشارة إليها. لا مانع لدينا من أن يكون الأستاذ يقوم بالتنسيق مع أحد الطلاب، بالذات إذا كان الطالب موجود في جامعة قطر ويدرس أصلاً، ويمكن التنسيق معه للوصول إلى المشروع البحثي، ولكن وهذا سيسهل عليه طبعاً الأستاذ، لكن يشترط إذا كان الطالب غير مقبول في جامعة قطر أن يكون موافق الشروط والتي تؤهله للالتحاق بالبرنامج، يعني حتى لا يقوم الأستاذ بتطوير المقترح ثم بعد ذلك يتفاجأ بأن الطالب قد تم رفضه أو غير ذلك، وإنما يتأكد من الطالب موافق للشروط. وسنشرح إن شاء الله لاحقا الآلية التي من خلالها سيتم قبول الطلاب. إذن لا مانع من حيث المبدأ بأن يكون الأستاذ قد قام بالتنسيق أصلا مسبقا مع أحد الطلاب للتقدم بالمشروع البحثي. هنا الآن على سبيل المثال، إذا لم يكن الأستاذ قد تقدم باسم طالب من ضمن المشروع البحثي ويبحث هو عن طالب حقيقة، فنحن نقوم هنا في هذه الحالة بفتح المجال لأعضاء هيئة التدريس للطلاب عفوا بعد أن يتم اختيار المشاريع الفائزة. وهنا أريد أن أشير إلى أمر، لا يعني أن مشروعك لم يظهر ويتم اختياره ضمن المشاريع التي سيتقدم لها الطلاب عدم جودة المشروع، بالعكس قد يكون المشروع قد تجاوز مسألة أو مرحلة التحكيم وكان المشروع جيد، ولكن نظرا لمحدودية الوظائف، لأن لدينا وظائف محدودة جدا والميزانية محدودة جدا لمساعدة الدراسات العليا، فلذلك سنختار أفضل الملفات وأفضل المشاريع البحثية التي حصلت على التقييم من قبل أعضاء من قبل المحكمين. فعدم الفوز يعني لا يعني ذلك أنك لا تستطيع أن تتقدم بنفس المشروع مرة أخرى وأن المشروع رفض لأسباب أكاديمية أو غيرها، ويمكن للأستاذ الذي لم يظهر اسمه في من ضمن المشاريع المختارة
أن يستفسر عن الأسباب التي من أجلها ذلك، وإذا كان طبعا المشروع قد حصل على ملاحظات جوهرية فيه وأنه لم يجتز أصلا مرحلة التحكيم، والأستاذ يريد أن يستفسر عن الأسباب حتى يستطيع أن يقوم بتعديل مشروعه للسنوات القادمة، يمكن فعل ذلك. طبعا الطلاب الآن بعد أن نقوم بالإعلان ستكون هناك صفحة خاصة أمام المفتوح أمام الطلاب، ورابط خاص لهم يتقدمون، يكون يختار التخصص الذي يريد الالتحاق به الكلية، ثم التخصص، ثم ستظهر أمامه الأبحاث أو المشاريع البحثية التابعة لهذا البرنامج، سواء كان في الهندسة، في القانون، في الشريعة، في أي تخصص من التخصصات ستظهر أمامه. بمجرد الضغط على العنوان يستطيع أن يتقدم بطلب لوظيفة مساعد تدريس على هذا العنوان. في خلال شهر أكتوبر نحن ننظر، يتم التقدم على هذه المشاريع. بعد ذلك يتم تحويل هذه الطلبات إلى الأستاذ أو المشرف. يقوم المشرف باختيار الطالب الذي يراه مناسبا، سواء كان هذا الطالب طالب حالي في جامعة قطر وموجود ويقوم بإكمال البرنامج، أو طالب جديد يريد الالتحاق بجامعة قطر. بعد أن يقوم الأستاذ باختيار الطالب أو المشرف باختيار الطالب، يتم الآن يأتي هنا دور القسم في مقابلة هذا الطالب ومعرفة مدى يعني مطابقة أو توافق هذا الطالب مع شروط القبول في البرنامج. ويتم عقد لجنة هي بالفعل مشابهة للجنة القبول السنوية التي يتم من خلالها مقابلة الطلاب وقبولهم. فإذا اجتاز الطالب هذه المقابلة أصبح الطالب مقبولا في البرنامج ومقبول في على وظيفة مساعدة الدراسات العليا. وتأتي مرحلة الآن التقدم بطلب عبر النظام للقبول في البرنامج حتى يكون له سجل قيد في جامعة قطر، ويتم دفع رسوم وتحميل الملفات المطلوبة منه مثل كشف الدرجات، مثل التقدم لتأشيرة إذا كان طالب دولي، تأشيرة طالب، التقدم بالفحص الطبي وغيرها من هذه الأمور التنظيمية التي تحتاج إليها جامعة قطر. والميزة هنا أنه لن يدخل في سباق الحصول على مقعد في البرنامج، لأنه بناء على اختياره لوظيفة مساعد الدراسات العليا ومقابلته من قبل البرنامج يكون قد ضمن هذا القبول في جامعة قطر، وتبقى الإجراءات الشكلية لاستحداث رقم القيد واستحداث السجل الخاص بالطالب. صلاحية العرض كانت في السابق وفي النموذج السابق كانت باختصار هي سنوية، عقد سنوي يوقع مع الطالب في نهاية العام الأكاديمي، يتم طلب تقرير من المشرف والنشر العلمي، وإذا لم يكن الطالب قد حقق الشروط فإنه بذلك يعني قضية المعدل وقضية البحث النشر العلمي يتم إنهاء عقد الطالب، وإذا كان قد حقق الشروط يتم التجديد له. هذا خلق بعض الإشكاليات الإدارية والمالية من ناحية صرف المكافآت وغيرها. اخترنا هنا أن يكون العرض لمدة سنتين لطلبة الماجستير ولمدة 4 سنوات لطلبة الدكتوراه، عقد واحد يتم النظر فيه ومراجعته سنويا. في حال أن الطالب قد حقق الشروط المطلوبة منه وقام بالنشر العلمي وكان المعدل ما زال فوق 3 ولم يحصل على أي إنذار أكاديمي، ففي هذه الحالة سيستمر العقد. في حال كان هناك إخلال بأي شرط من الشروط التي تسمح للطالب بالاستمرار في تعاقده، يتم إرسال رسالة من قبل مكتب الدراسات العليا ومكتب الدكتورة مريم المعضيل أو النائب الرئيس لشؤون البحث والدراسات العليا لإنهاء عقد الطالب، وإلا في الأصل أنه يتم التوقيع من البداية، وهو حاله حال العقود الوظيفية التي توقع مع أي موظف في جامعة قطر أو عضو أي عضو هيئة التدريس، وأنه يمكن للجامعة إنهائها في حال أن عضو هيئة التدريس أو الموظف لم يقم بالمهام الموكلة إليه. صلاحية العرض ستكون لمدة سنة كاملة، يعني لا نقول العقد وإنما العرض نفسه، نحن سنقوم بإصدار أوفر لتر أو عرض عمل للطالب. هذه الصلاحية لمدة سنة كاملة، أي أننا نحجز المقعد للطالب لمدة سنة كاملة. إذا لم يلتحق بالجامعة في فصل الربيع أو في فصل الخريف فإنه في هذه الحالة سيتم إلغاء العرض
وبذلك لن يحصل. ولذلك نحن نشجع دائما ونطلب من الأساتذة أن يكون، يعني إذا كان سيعمل مع طالب معين، وأن يكون هناك تنسيق فيما بينهم بأن الطالب قد اكتملت فيه الشروط جميعها، بحيث لا يقع في مسألة أن الطالب لا يستطيع الالتحاق أو هناك إشكاليات معه في التأشيرة. طبعا بداية العمل لطلبة الماجستير والدكتوراه ستكون في بداية السنة الأكاديمية، ويمكن أن يبدأ في فصل الربيع في حال كان الطالب موجودا في الجامعة أو كان هناك حاجة فعلية له وهناك مبررات. والإيميل التواصل للطلبة سيكون على ga@q.edu.qa. وهنا أنا يعني أشير إلى مسألة مهمة جدا وللإخوة من طلاب الدراسات العليا، أن الكثير منهم بمجرد تقدمه بالطلب يبدأ في التواصل مع مكتب الدراسات العليا والاتصال بالهاتف وغيرها، متى تردون عليه. هناك مواعيد موجودة سنقوم بالرد عليكم إن شاء الله مباشرة. قد يكون هناك تأخير في هذا العام هو خارج عن إرادتنا بسبب التأخر في إقرار الخطة الجديدة، ولكن إن شاء الله في السنوات القادمة سيصلك بريد إلكتروني إما بالرفض أو بالإيجاب. أنا الآن ألتقي للأستاذ غادة للحديث عن الموضوع باللغة الإنجليزية، وتفضلوا. تفضل أستاذ غادة. Okay, so let me speak about student application. So can student apply through CompTool also? Yes, they should. They should apply for GA. The application will be available for them starting from October until end of October. The application will be available for only 1 month. The date of hiring will be starting from fall. I mean, from the starting the academic year. For example, for this year, it's starting for fall 21. This year is a little bit exceptional because of the conditions that we cannot control. The scholarship limit, it will be 2 years for master and 4 years for a PhD student. And in this regard, actually, we received a lot of questions and queries from students that can we extend our scholarship or extend this job to be more than 2 years for a master student or more than 4 years for a PhD student. Unfortunately, this is cannot be done because we are limited with this amount of time for this student according to their levels. On the other hand, we want to give a chance for other students who are really in need for this kind of job to support their study. Of course, you can email us and communicate with us using this email, ga@qu.edu.qa. And as Dr. Ahmed mentioned, that many students who apply to us and starting emailing us, asking about the results. Announcing final list, it will take a long procedure because we are communicating with colleges through their associate deans, and the associate deans, they are consulting with their head of departments and program coordinators regarding choosing the right students for the faculty and who are suitable for that kind of research. That's why the procedure took a very long time this time, but yeah, I'm sure inshallah next year it will be much easier. For new students, maybe you can pass this information for new students that they are thinking to apply to Qatar University as a graduate student for master or for a PhD, that the offer that they will get from us will be valid only for 1 year. So as a student, I receive an offer to work with one of the faculty in a research, and I did not apply for Qatar University in one of the programs for like 1 year, so this offer will be cancelled. You have 1 year to apply in Qatar University in fall or in spring, but don't take this
this offer as a guarantee anytime I can apply. This is everything about applying for the student. So let's move to the steps. So the steps will be in detail for supervisor. Stage one from supervisor, call of research proposal in March and spring semester, then deadline in May. College approved the alignment of the proposal with the strategy or for the pillars. Then a pre-screening August and September and fall, review of the research proposal and research proposal selection announcement. It will be in October in fall semester. دكتور ان عربك. شكرا استاذ غاده. طبعا هنا يعني سنبدا في يعني الشرح التفصيلي نوعا ما، ولو ان كنا قد تعرضنا له في بصوره مختصره. المرحله الاولى وهي مرحله المشرف او الاستاذ، وهنا اريد ان تنبيه ان الاستاذ يستطيع ان يتقدم بمشروع واحد ويتم تعيين طالب واحد له، فاذا انتهى الطالب من المنحه يتم التقدم له مره اخرى، الا اذا كان هناك يعني مشروع ممتاز جدا يعني بحيث انه يكون فعلا فيه خدمه الجامعه، فيمكن هنا استثناء البحث في مساله ما لو تم تعيين مساعد دراسات عليا اخر للاستاذ، ولكن مبدئيا الاستاذ يكون له مساعد تدريس واحد نظرا للطلب الشديد على هذه المنحه، وكما ذكرت ان هناك محدوديه كبيره جدا في الوظائف في الفتره الحاليه، ونامل ان شاء الله توسعتها في المستقبل اذا اثبت هذا كفاءته وهذا المشروع. ونحن هنا يعني دعوني اطلب منكم جميعا ask you all to help us to improve to the management and the higher management the effectiveness of this project. يعني احنا ندعو الجميع ان يساعدنا في اثبات فعاليته من خلال زيادة في النشر العلمي والنشر البحثي والسعي والعدم الاكتفاء يعني حتى بمشروع واحد، كما كل ما زادت عدد الأبحاث سيثبت ذلك للإدارة العليا أن هناك فعلا إنتاجية، وبذلك إن شاء الله نستطيع التوسع في طرح وظائف أكثر. العودة مرة أخرى، هنا احنا عندما نقوم بالإعلان عن بدء تقديم المقترحات البحثية كما ذكرنا لكم في الجدول الزمني، يكون هناك فترة معينة يتم فيها من خلال التقديم. نعتذر انه الوقت يعني قد يكون غير مناسب يعني والوقت قصير في هذا العام، ولكن نحن كما ذكرت اننا في هذه الفتره هي بدايه التجربه الجديده بدءا ان شاء الله من العام القادم. بالنسبه لخريف 2023 سيكون الاستاذ الذي لا يستطيع او ليس لديه في الفتره الحاليه مشروع بحثي جاهز ليتقدم، هناك في شهر مارس ان شاء الله من عام 2022 في شهر مارس القادم سيتم فتح الباب للتقدم بالمشروعات البحثية، وسيكون ممتدا لمدة شهرين ونصف تقريبا. خلال هذه الفترة يتم التقدم فيها للمشاريع البحثية. بعدها سيكون هناك فترة لفرز هذه الملفات، تقسيمها، العمل على تحديدها تحت اي مشروع. ولذلك نحن يعني من ميزة النظام الالكتروني الذي نقوم به الان وهو انه كما رايتم يقوم الاستاذ باختيار الكليه ثم بعد ذلك اختيار المجال البحثي الذي يريد ان يعمل من خلاله، وبذلك سيسهل علينا ذلك الوصول سهوله التقسيم الملفات. ممكن نكمل السلايدات. بعدها المرحلة الأخرى وهي المرحلة المهمة وهي أهم المراحل، ونحن وضعنا لأنفسنا مدة طويلة في هذا المجال، لكن هنا موضوع أريد أن أتحدث عنه. البعض قد يقول طيب أين موقف الكلية؟ الكلية هنا ليس لها موضوع الرفض المقترح من عدمه، نحن نستفيد من رأي الكلية في معرفة مدى موافقة هذا المقترح للاستراتيجية البحثية للكلية نفسها، والتي يفترض أن تكون هي موافقة للسياسة البحثية أو الاستراتيجية البحثية للجامعة. ولكن كما تعلمون جميعا وأنتم أعضاء التدريس، وقد يفترض أنكم شاركتم في وضع الخطة الاستراتيجية البحثية لكلياتكم ولمراكزكم البحثية، هناك أولويات تركز عليها الكليات في فترات معينة يتم تقسيمها، مواضيع لها يعني ذات حاجة في الوقت الحاضر. يعني على سبيل المثال في وقتنا في الوقت الحالي أزمة الكورونا
وما يترتب عليها من تبعات علمية واقتصادية واجتماعية وغيرها. فمثل هذه الأبحاث بلا شك ستعطى أولوية. لماذا؟ لأنها تخدم مشاريع قائمة وحالية. ولذلك احنا نستفيد من الكلية في معرفة مدى توافقها، لأن هذا سيؤدي إلى تقوية ملف المتقدم، بأن هذا الملف هو موافق للاستراتيجية البحثية للجامعة، وفي نفس الوقت موافق للاستراتيجية البحثية للكلية، وبلا شك هذا سيؤدي إلى التأثير إيجابي وكبير جدا من ناحية تقييم هذه الأبحاث. تقييم الأبحاث في أغسطس وسبتمبر نعطي فرصة كبيرة، لأنه نتوقع إن شاء الله خلال الأعوام القادمة أن تكون الطلبات كبيرة وكثيرة جدا، وتعرفون يعني وأنتم كثير من الأساتذة يقوم بتحكيم أبحاث ويقوم بتحكيم مشاريع وغيرها، فيحتاج منه الوقت إلى قراءتها ثم وضع النقاط لكل بحث من هذه الأبحاث حتى نستطيع التمييز بينها. طبعا إن شاء الله احنا نعمل الآن حاليا على وضع مصفوفة خاصة لتقييم هذه الأبحاث وفقا لمجموعة من المعايير التي ستضمن الحيادية وستضمن اختيار المشاريع الأكثر كفاءة. طبعا هذه المراجعات والتقييمات، ثم بعد ذلك إعلان المقترحات البحثية، وسيعلم الأستاذ الذي تم قبول مشروعه البحثي بقبول هذا المشروع وترشيحه للحصول على التمويل. كما ذكرت سابقا، حتى وإذا لم يظهر فهذا لا يعني عدم كفاءة المشروع البحثي، باختصار يعني بأن الوظائف جدا محدودة ولا نستطيع أن نقدم، ولذلك نختار أفضل هذه المشاريع. وإذا كان هناك أي يعني ملاحظات جوهرية في الخطة المقدمة، بلا شك أننا سنقوم بمخاطبة الأستاذ وإعطائه الملاحظات التي صدرت من المحكمين. نعم. خطط ثانية أنت ذكرتيه. Okay, for stage two student, I received one question from one of the students that they want to from us to share the timeline in English. So this is the timeline. So stage two student call for application submission starting from October and every fall semester. Deadline for application will be end of October. So the applying process will be only 1 month. Review of the applications. And award announcement. Apply to the program and fall spring. And this for students who receive offers before they apply for Qatar University. But of course, the current student and the student they already apply for Qatar University can apply for GA also. And signing the contract, this part will be through human resource. So it's not our office, graduate office. But it will be through the HR. And for the salary so far for the master, the salary will be 6,300. For PhD student will be 8,400 so far. And this would like after the reduction 30%. And inshallah, يعني, if the budget will retain as usual, these salaries will be يعني, will be increased. I want to brought to your attention that there is some point most of the students they don't focus on it, which is work visa. Some students they come to Qatar University with work visa. Actually, they are not working. But they like enter Qatar with working visa. So in case they selected to be one of our GA and they apply for it, the HR will reject their request because they are actually working. But we know that they are not working. But according to the official paper here in Qatar, they are working. So they will يعني, get through that long process to go and look for another sponsor and change the visa. And this will take and consume a lot of time. Maybe some and from previous experience, some student lost their GA because of this long process. So be sure that you don't have work visa during applying for GA. To ease your contract signing.
يعني الآن بالنسبة لمرحلة الطلاب كما ذكرت أنا سابقا، الطالب يقوم بالتقدم مباشرة عن المشروع البحثي، وهنا لا فرق بين الطالب الموجود في جامعة قطر والطالب الموجود الذي يتم يطلب التقدم في المستقبل طبعا لجامعة قطر. لذلك يعني الكل يستطيع أن يتقدم لهذا المشروع البحثي. وهنا يعني أنا يعني أريد أن ألفت النظر أيضا إلى نقطة مهمة جدا، وهي نقطة الطالب الذي بدأ أصلا في كتابة رسالة الماجستير طبعا لا يستطيع التقدم لها، لأنه هو أصلا قد بدأ في كتابة رسالته، وبذلك يعني هي مضيعة لوقته ووقت لأنه سيقوم بإعادة كتابة، وهي المقصود بها أن يقوم بكتابة رسالة ماجستير جديدة. وأيضا بالنسبة لطالب الدكتوراه، ولذلك طالب الدكتوراه الذي يرغب بالتقدم الأفضل أن يقوم بذلك قبل اختيار المشروع البحثي. ونحن يعني نعلم بأن كثير من الطلاب إلا في برنامج بعض البرامج أنه لا يتقدم بالمشروع البحثي، ولكن كثير من البرامج في فترة القبول تطلب من الطالب أن يتقدم على الأقل بتصور مبدئي للخطة البحثية له أو الموضوع الذي يريد الكتابة فيه. ولذلك يعني مرحب بهم جميعا سواء كان طالب موجود حاليا أو طالب دولي. هنا يعني ورد سؤال قبل قليل، is international student also can apply? Of course, we are looking for international students, high caliber international students to apply to our programs, and we are welcoming you to Qatar University, and you will be a great asset to Qatar University in terms of research and sustainability and networking. You will be an ambassador for Qatar University in your country and in your universities. And, so yeah, of course, and we have many students who are an international students and applied for the GA during the last years. But of course, because of the corona, maybe the last couple of years was very difficult and very hard for the international students to get here because, of course, of the lockdown and all the related issues to coronavirus. Inshallah, we are looking forward for the next year, inshallah, to have more international students. طبعا بالتأكيد هناك يعني طلبة دوليين، ونقبل نحن الطلبة الدوليين ونرحب بالطلبة الدوليين، فهم يعني سفراء لجامعة قطر في النهاية، وهم إضافة نوعية لجامعة قطر من الناحية البحثية وغيرها. أستأذنكم في أخذ هذا الاتصال فقط. المعذرة، اتصال تكرر أكثر من مرة ولذلك اضطررت إلى الرد عليه. طبعا نحن نرحب كما ذكرت بالطلبة الدوليين ونعتبرهم إضافة نوعية في جامعة قطر. حصل خلال السنة الماضية وهذه السنة أننا لم نستطع استخدام طلبة دوليين، وهذا أمر خارج عن إرادتنا كما تعرفون، أن هناك يعني إجراءات احترازية في الدولة من ناحية الكورونا، وبعض الدول لا يسمح لهم بالدخول او لا يسمح باصدار التاشيرات وغيرها من الصعوبات التي واجهتنا، لكن نحن بالطبع نرحب بالطلبه الدوليين. الطلبات طبعا سيتم التقدم بها عبر النظام الالكتروني، ويمكن الطلاب التقدم للمشاريع البحثيه كما ذكرت سابقا، ونقوم بمراجعه هذه الطلبات اولا عندنا نحن للتاكد من ان هذه الطلبات هي موافقة لشروط القبول في جامعة قطر ومن ناحية المعدل ومن النواحي الأخرى، وأيضا بالإضافة إلى معدل القبول، يعني إذا كان طالب ماجستير ننظر إلى معدل 2.8، وأيضا ننظر إلى معدل الجي إيه، معدل الجي إيه 3.2 وليس 2.8، فنحن ننظر إلى المعدلين، يعني الطالب لابد أن يكون حاصل على 3.2 فأكثر حتى يمكن التقدم لوظيفة مساعد دراسات عليا، سواء كان هذا الطالب طالب ماجستير او طالب دكتوراه، لان كما ذكرنا في البدايه اننا نستهدف الطلبه المتميزين بحثيا الذين يستطيعون ان يقدموا ويستطيعون ان يوفوا بشروط هذه المنحه، وهذه طبعا شروط عالميه، يعني ليست فقط في جامعه قطر وانما يعني الجامعات التي تقدم هذه المنح او هذه الوظائف لمساعدي الدراسات العليا في الجامعات العالميه كلها تشترط أن يكون الطالب متميزا، وليس أي طالب يحصل على هذه المنحة، وإنما يتم النظر في الملف بصورة دقيقة جدا. طبعا بعد مراجعة هذه الطلبات يتم تحويلها إلى الأساتذة، يتم اختيار منهم
اختيار هؤلاء الطلاب يخضعون لمقابلات القبول العادية كأنه سيقبل في البرنامج، إذا اجتازها يتم إعلان أسماء الطلبة المقبولين، وأسماء الطلبة غير المقبولين سيتم إعلامهم فورا بأنه لم يتم قبول طلبهم نظرا للمنافسة العالية. وهنا أقول لزملائنا من أخواننا من الطلبة أنك قد يكون ملفك قوي جدا، ولكن يتم اختيار أستاذ أو طالب آخر، يعني الموضوع أنه ليس أمر شخصيا، وإنما هناك محدودية كبيرة جدا في الوظائف وفي الفرص المتاحة، وهي تنافسية بصورة عالية جدا. وبعد ذلك سيتم توقيع التعاقد مع الطالب، ويتم يكون هذا التعاقد عن طريق الموارد البشرية في الجامعة. نقطة أشارت لها الأستاذة غادة وأحب أن أركز عليها، مسألة الطالب الذي يكون على تأشيرة عمل أو يكون كفالة عمل، هذا هي ستؤدي إلى إشكاليات كبيرة جدا في مسألة نقل الكفالة، لأنه سيتم إذا تم نقل الكفالة سيتم نقلها على أنه طالب وليس في جهة عمل، وبذلك إذا انتهى من الدراسة فقد يكون من الصعب جدا له أن ينتقل للعمل أو ينقل كفالته لجهة عمل أخرى، وإنما باختصار لابد له من الخروج من الدولة. ممكن إذا وجد عمل يتم نقل كفالته له، هذا أمر آخر، ولكن من خلال تجارب أن كثير من الطلاب لم ينجحوا في ذلك. ولذلك إذا كانت الكفالة الشخصية أو الطالب المستخدم من الخارج سيستخدم على تأشيرة الطالب. وهذا يقودنا أيضا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة مهمة جدا، مسألة استخدام الأسرة. بالمخصصات الحالية لا يمكن لجامعة قطر إصدار الوثائق اللازمة لاستخدام الأسر من الخارج للطلبة الموجودين، لأنه يشترط هناك أن يكون يعمل وأنه له مرتب بدرجة معينة. فلذلك يعني استخدام الأسرة سيكون أمر صعب جدا الوصول إليه. طيب ايش عندنا بعدها؟ نعم. طيب هنا الشروط، وهنا أريد أن يعني ركز على هذا، لأنه احنا أخذنا وقت من الوقت كثير جدا، ولكن أرى أن الأستاذ غادة الآن تجيب على بعض الأسئلة، ولذلك إن شاء الله ما زلنا في الوقت. هناك شروط طبعا للمشرف، وهناك شروط للطالب. الشروط في المشرف، أولا أن يكون عضو هيئة التدريس بدوام كامل في جامعة قطر، ولا يسمح أن يكون من خارج جامعة قطر. وهنا نقصد بعضو هيئة التدريس أو عضو هيئة بحث، يعني إما أن يكون عضو هيئة تدريس في إحدى الكليات أو إحدى البرامج، أو أن يكون باحث معين في احد المراكز ممن يحملون درجه الدكتوراه. وهنا نركز على مساله مهمه جدا، ان يكون لهذا الاستاذ الباحث علاقه عمل مع البرنامج، بحيث انه يكون يدرس او يشرف على الطلاب معهم، ولذلك يعني يتم تنسيبه الى احد هذه البرامج بالاضافه الى عمله الرئيسي، يعني يكون هناك تعاون بينه وبين البرنامج، وقد حصل على عضويه الدراسات العليا. عضوية الدراسات العليا طبعا هذه يتم التقدم لها من قبل الأساتذة وفقا لشروط معينة، وهي أن يكون له تاريخ بحثي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أن يكون لديه خبرة إشرافية خلال السنوات الأخيرة. هذه هي الشروط. أما الذي ليس لديه أي خبرة فلا يمكنه التقدم بهذا البرنامج، لأنه في النهاية هو الذي سيشرف على الطالب. يمكن أيضا أن يكون هناك أستاذين أو ثلاثة، الذين أستاذين يعني يكونوا مشتركين في هذا المشروع البحثي ويتقدمون له، يمكن ذلك، ولكن يجب ان يكون هناك مشرف رئيس ومشرف مساعد، ويتم الاتفاق على هذا. ايضا ان يكون هناك كما ذكرت سجل حافل من المنشورات البحثيه في المجلات العلميه المحكمه، وخبرات في قياده فرق البحث واداره المنح، لانه في النهايه انت الان نفترض ان الطالب سيقوم بالنشر، وانك ستساعد الطالب في النشر العلمي وستنشر معه، فبذلك لابد ان يكون هناك خبرات بحثيه. المقترح البحثي المقدم يجب ان يتماشى مع الاولويات البحثيه لجامعه قطر، وهنا وجوبا اي مشروع بحثي يتم التقدم له ولا يخدم اي اولويه من الاولويات او الركائز البحثيه او المواضيع البحثيه التي تهتم بها جامعه قطر فلن يتم النظر فيه. لن يتم النظر فيه، وانما في فتره المراجعه الاوليه قبل انشاء الارسال للمحكمين سيتم إعادة هذا المكتب. ولذلك لابد أن من الحرص على أن يكون متوافقا مع الأوليات البحثية لجامعة قطر.
وهنا اعتماد مقترح بحثي واحد فقط لكل عضو تدريس أو باحث، ستعطى الأولوية للمقترحات البحثية التي يكون فيها تعاون دولي في إشراف مشترك. وهنا أريد أن أركز على هذه النقطة قليلا إذا سمحتم لي. نحن نقوم بعمل اتفاقيات مع كثير من الجامعات، بالذات في مسألة الدكتوراه، وهي الدرجة المشتركة، الدرجة المزدوجة. يعني الطالب يحصل على درجة دكتوراه من جامعة قطر ويحصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الشريكة. هؤلاء الطلبة لهم أولويات في الحصول، وهم كذلك المشرفين الذين يكونون مرتبطين. لماذا؟ لأن هذا سيعزز التعاون البحثي مع الجهات الخارجية، وأيضا سيعزز من تصنيف جامعة قطر بربطها بالجامعات ذات الريادة في المجالات البحثية. ستعطى الأولوية لعضو هيئة التدريس الذي ليس لديه منحة داخلية. أيضا إذا كان عضو هيئة التدريس لديه منحة داخلية ويمكنه من خلالها أن يعين مساعد باحث من الطلاب، فإنه سيتم إعطاء الفرصة لغيره ممن لم يحصل على منحة داخلية، ويكون مشروعه متميز. والقصد من هذا هنا يعني محاولة نشر ثقافة البحث العلمي ومساعدة أكبر عدد ممكن من مساعدي من أعضاء هيئة التدريس ومساعدي وطلاب الدراسات العليا للإنتاجية البحثية، وبذلك تكون الإنتاجية البحثية هي ثقافة عامة. بالنسبة للطالب كما ذكرت قبل قليل، أن يكون لديه معدل لا يقل عن 3.2 سواء كان في البكالوريوس أو في الماجستير. البكالوريوس للطلبة المتقدمين للماجستير، وطلبة الماجستير المتقدمين لضيوف الدراسات العليا، و 3.2 أيضا لطلبة الدكتوراه. ولا يهم بالنسبة لطلبة الدكتوراه، لا يهم كم كان معدله في البكالوريوس، وإنما يهم من المعدل في الماجستير. المرشحين من طلبة الدكتوراه لابد أن يكون لديه خبرة بحثية سابقة، يعني يكون لديه نشر بحثي سابق حتى يستطيع التقدم لهذه المنحة. أيضا وهنا أمر مهم جدا، لابد من تحقيق متطلبات البرنامج الأكاديمي. يعني نحن عندما ننظر إلى أي مقترح في التصفية أو في الفلترة الأولية، سيتم استبعاد الطلاب الذين لا يحققون أو لا يحققون متطلبات الانضمام للبرنامج في جامعة قطر، سواء من ناحية الاختبارات ومن ناحية المعدل ومن نواحي كثيرة جدا. لأنه في النهاية سيقوم البرنامج بمقابلة هذا الطالب على أنه متقدم للدراسة في البرنامج، وسيتم قبوله فيها، فلا بد من تحقيق الاشتراطات المطلوبة. الطلبة الحاصلين على منحة جسرة جي سي جي جراديويت جرادويت ستاديز ريسيرش اسيستنت، هذه منحة أخرى موجودة هنا، ليس لهم الحق في التقدم لهذه المنحة وهذه الوظيفة، يعني إذا كان حاصل عليها. طيب، هل أستطيع أن أتقدم على أكثر من واحدة؟ يمكنك التقدم في نفس الوقت، ولكنك إذا حصلت عليها فلا يستحق لك الحصول على المنحة الأخرى. وهنا أريد لفت نظر المشرفين إلى مسألة مهمة جدا، أن بعض المشرفين يقوم بالتواصل مع الطلاب أو يقوم بإعداد مشروع بحثي مع طالب من الطلاب، على أساس أو أنه يختار هذا الطالب ويقول له سأضعك في مشروعي البحثي، ثم يتفاجأ بأن هذا الطالب قد ذهب إلى مشروع آخر إلى مع أستاذ آخر وأعد نفس العنوان. وهنا ينبغي الانتباه لهذا الأمر. إذا كان الطالب يريد أن يتقدم إلى منحة أخرى مثل منحة جسرة في نفس الوقت الذي يتقدم فيه إلى منحة الدراسات العليا مع مشرف، إذا كان نفس المشرف هو الذي يتقدم للمنحتين هذا أمر آخر، لكن إذا كان طالب سيتقدم مع مشرف آخر، يحرص المشرف الذي تقدم لوظيفة مساعد الدراسات العليا أن لا يكون المشروع متقدم به لأكثر من منحة، لأنه حصلت مع بعض الزملاء في الفترة الحالية، وهذا أدى إلى إشكاليات في مسألة حقوق الملكية الفكرية وغيرها. أكتفي بهذا القدر أستاذ غادة. Thank you, Dr. Ahmed. So we are going to move to eligibility criteria. For supervisor, the supervisor, of course, should be a full-time QU faculty member, colleges or research center, having graduate faculty status by our office. The supervisor must have a track record of successful research with peer-reviewed journal publications. The submitted research proposal must align with the QU research priorities, as we mentioned in the comp tool. We mentioned the pillars and the topics beneath it. Only one submission per faculty researcher will considered.
of course to give opportunity for other faculty to apply and be selected. Priority will be given to proposals which involve international collaboration, co-supervision, and industry collaboration, like industry-based PhD. The priority will be given to faculty member who doesn't hold an internal grants. For the students, we will focus a little bit on some criteria, maybe a little bit different than the supervisor. Which number one, of course, the GPA, the minimum GPA must be not less than 3.2 for a master or a PhD student. For PhD student, it will be preferable to be to have a publication, a record of publication through the master period. Satisfying related academic program requirements. And I will take this opportunity to focus on this condition, because some students, they are applying for the program, but they need some requirement, like missing some tests, like, for example, an English test for a student who study in Arabic, or missing some other tests and exams, like GRE or GMAT. And they decide to apply for these exams after they acquiring the acceptance at Qatar University. This will not be acceptable, and this will affect their acceptance in Qatar University. So if you decide to be one of our students at Qatar University and apply for GA, be ready from the beginning. So you sit for your exams and be ready for admission. Students who own JASRA or any other grants are not eligible for GA. I know some students, they are going to apply for both, for JASRA and GA, and looking for which one they will get, then they will drop the other one. But in this case, we cannot accept students with two, JASRA and GA. The student must choose between them. And some students also apply for RA. RA is completely different than GA. So you cannot work as a GA and RA in the same time. I think it's fair for other students to leave the seats for them. This is all for criteria for student and supervisor. Okay, let's move to. We already spoke about ConfTool, and this is the applying scheme for ConfTool. Pre-submission approvals. So to get approval for the faculty proposal, they must have a research committee approval or any other research entity in the college. Then the associate dean for research and graduate studies, and on the college, at the end, college dean or research center director. دكتور أحمد. شكرا استاذ غاده. طبعا هنا يعني قبل الموافقات المطلوبه داخليا، وهنا نحن نتحدث عن داخل الكليه، وكما ذكرت سابقا باننا لا نقصد بذلك ان الكليه ستستطيع سترفض الموضوع، وانما هو ينبغي عليه المرور بهذه هذه السلسله من الاداريه، بحيث نضمن بان الكليه على وعي بان هذا المشروع هو ضمن الخطط البحثيه الخاصه بالاستاذ. طبعا نحن الاستاذ عندما يتقدم بهذا المشروع، احنا سنقوم بالتواصل مع هذه الجهات في الكليه، وبالذات العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا، والذي سيقوم بالتواصل معه وابداء الراي في مدى توافق هذا المشروع البحثي كما ذكرنا مع الاستراتيجيه البحثيه للكليه. المفترض ان الخطط الاستراتيجيه البحثيه للكليه قد تم اعدادها في العام الماضي بالتنسيق مع القطاع البحث والشؤون والدراسات العليا في الجامعه، وان هذه الخطط الاستراتيجيه بشكل عام متوافقه مع الاستراتيجيات البحثيه لجامعه قطر وكذلك لدوله قطر بشكل عام، فلذلك نحن نتوقع ان تكون هذه. طيب عن الاساتذه الذين يريدون التقدم
معرفة هذه الأمور يمكنهم التواصل مع في الكلية داخليا، سواء كانت المراكز البحثية التابعة للكلية أو الوحدات البحثية أو الشؤون الأكاديمية في الكلية أو عمادة البحث والدراسات العليا داخل الكلية حسب التنظيم الداخلي في كلياتكم، أو مدراء المراكز البحثية للزملاء العاملين في المراكز البحثية في الفترة الحالية. نعم. هل بقية ولا نختم إن شاء الله؟ نفتح مجال الأسئلة. نعم. طيب، كيفية الرقابة؟ كيفية المتابعة؟ وهنا سأتحدث باللغتين إن شاء الله، وأترك الأستاذ غدا يعني ممكن أن تتابع بعض الأسئلة والاستفسارات. طبعا كما تعرفون جميعا أننا قمنا بتدشين برنامج ما يسمى بالتادس، أو البرنامج الذي يقوم من خلاله بتتبع رسائل الماجستير والدكتوراه وسير العمل فيها. وقد قمنا بالتعميم على الكليات في بداية هذا الفصل أنه لن يتم التعامل كما كان في السابق عن طريق الإيميلات وغيرها، وإنما يجب الدخول إلى البرنامج. ويعني حتى طلبنا من العمداء المساعدين تنظيم أوقات لتقديم ورش عمل تذكيرية لأعضاء التدريس. فلذلك عندما يتم قبول أي مشروع بحثي وقبول طالب عليه، يطلب طبعا برنامج التادس. هو في الأصل عندما يبدأ الطالب ويتم تقديم الموافقة على خطته البحثية للطلاب العاديين الذين لا يحصلون على الجي اي. بالنسبة للطلاب الحاصلين على الجي اي، فإن الخطة البحثية لديهم الآن جاهزة، يعني عندما يلتحق بالبرنامج هو يعرف ما الذي سيكتب فيه. فلذلك يجب على المشرف الذي قد فاز بمنحة الدراسات العليا، منحة مساعد الدراسات العليا، أن يبدأ هو والطالب باستخدام نظام التادس مباشرة. نظام التادس هذا من خلاله سيمكننا تتبع اللقاءات اليومية أو الأسبوعية والعمل الذي يقوم به الطالب مع المشرف، والتقارير التي يتم تسليمها من قبل الطالب للمشرف حول العمل الذي قاموا به خلال هذه الفترة. يطلب من المشرف أن يقوم بتقديم تقرير شهري أو تقرير أسبوعي حول سير العمل مع الطالب. وأيضا في نهاية العام الأكاديمي سندخل على النظام ونتأكد من أن الطالب قام بتقديم النشر وتقديم هذه الأمور كلها حتى ينتهي الطالب. فلذلك سيكون نظام التتبع والمتابعة عن طريق نظام التادس، وهذا النظام سيحفظ لكل من المشرف والطالب ومكتب الدراسات العليا والكلية حقوقهم جميعا، بحيث يكون الأمر على بينة، بحيث لو وقع أي خلاف هناك سجل تتبع إلكتروني ويمكن وأثر إلكتروني يمكن أن أرجع من خلاله إلى التطور. Basically, we will be using the TADIS system for follow-up with the GAs. The TADIS system designed for those students who already finished the courses and they started their thesis or dissertations, so they can follow up with their supervisors and the department, the program, the Office of Graduate Studies can monitor this progress and can follow up closely to see that the supervisor and the students are meeting, having interaction together and communicating to solve the issues that happens before between the supervisors and the faculty member and the students. Sorry. For the GAs, because they already know from the beginning what they are going to write about and their research plan, so they are required, the supervisor who won the GA and the GA himself, to log into the TADIS system, create a profile, and put their study plan on that system and follow up with it, because the supervisor are required to submit monthly report at least and the final report with the proof of publications. And in that case, we can follow up easily. Nothing will be lost. The student will have his or her approval, proofs of submissions. The supervisor have the proofs of following up. The coordinators in the college, the associate dean, the Office of Graduate Studies, the HR, we will be all in the loop and knows where's the student now, how they are progressing, where they, what, how much they have done already, because it's a 2 years or a 4 years.
So everyone is required to access and login to that system once they the GA. They can't basically wait until they finish the courses. No, they have to start from the beginning, so it will be easy for us to follow up and to evaluate the students' progress. شكرا جزيلا لكم. Thank you all. I think it's the end of the presentation from our side. I know we took an hour, but we have some questions and answer them. We tried to clarify some points. We didn't think it will take that time, but it did. So if you have any question, أنا أعتذر أننا تأخرنا حبة عليكم, يعني أخذنا ساعة تقريبا في الشرح هذا الأمر. نحن الهدف كان هو توضيح هذا الموضوع أمامكم. نأمل أننا قد أوصلنا ولو الصورة جزئيا. نحن مستعدون في أي وقت لاستقبال أسئلتكم وملاحظاتكم حول الموضوع. إذا كان لديكم أي أسئلة في الوقت الحالي يمكن استقبال هذه الأسئلة والنقاش حولها بإذن الله. نعم تفضلي. Okay, we are going to read some questions and Dr. Ahmed he will answer them. I have one question here about the current cycle. We received many questions and queries regarding the time of the final result for this cycle, I mean for fall 21. Dr. Ahmed, for the current cycle? Yeah, so we are still working. I mentioned that many times and I replied to many emails and also in the question and the question and answers and in the chat here, I replied to many students that we are still waiting for a feedback from some colleges or centers. We cannot announce the final list as a parts. We need to announce it at once. So inshallah, يعني, we are يعني, pushing them to send their selected student for GA. I know and I completely understand that you are worried and about the final results because some students they are thinking about if I did not get GA, I will like withdraw from university. I understand that, but the decisions is not ours, it's for the colleges and the centers. Another question some students ask, if I'm like applying for this cycle, do I have to apply also for the other cycle, for the next one? Of course, we need to apply for every cycle because the topics and the projects are different. And as I mentioned, this cycle, because we started late, we asked the student to apply before we choose the topics. So that's why you didn't get the reply yet. But for the future, inshallah, you will see all the topics, all the projects, and you will apply to them. So you need to apply because every year will be different ones. Every year will be different ones. Maybe the supervisor will apply again because they didn't win the previous one, but still you need to apply. You need to apply again and again and again until you get the GA if you want to get it. السؤال كان إذا تقدمت في الدورة الماضية هل أحتاج أن أتقدم من جديد؟ نعم تحتاج إلى التقدم من مرة أخرى لأنه باختصار ستكون هناك عناوين أخرى مختلفة. إحنا في الفترة الماضية كنا قد استقبلنا يعني الطلبات قبل المشاريع البحثية نظرا للفترة الزمنية التي استغرقتنا للحصول على الموافقة للمقترح الجديد. أما ابتداء من الفصل القادم وهذا الفصل إن شاء الله بالنسبة ل 2022 و 2023 سيعلن إن شاء الله في شهر أكتوبر عن المشاريع والطالب سيتقدم على المشروع مباشرة ولن يكون هناك أي تقدم للطلاب كما كان في السابق تقدم حر. يعني أنا ليس عندي مشكلة أن تختاروني في أي مشروع. لا هناك مشاريع ممكن أن تتقدم بأكثر من مشروع. تتقدم بأكثر من مشروع لا إشكالية لدينا ويتم اختيارك في أحد هذه المشاريع. لكن إذا لم يتم اختيارك في هذه الدورة ستحتاج إلى التقدم في الدورة القادمة إذا كنت ما زلت مهتمة بالمواصلة في جامعة قطر.
Thank you, Dr. Ahmed. Another question. I'm confused about something you said regarding GA selection. You mentioned that the GAs selected would have 1 year to enroll in QU. I think the part of the offer validation is not clear for the students. Yes, yeah, okay. So I will clarify it both in Arabic and English. Okay. As I mentioned, that this cycle is not for the students will start for this fall. The one right now we are applying to, the previous one, which is already started for the fall 2021, we already selected the students and they are supposed to be here. But for 2022 and 2023 in the future and others, you will receive the offer if you are accepted in the program, let's say on July, in November, or in the end of October, you receive the offer. So that offer valid for 1 year, which means you can start in the spring or you can't start in the fall, but you have to start your study in these two semesters, either spring or the fall. If you don't start your studies at Qatar University in the next spring, which means spring 2022 or fall 2022, the offer will be cancelled. Once you start, we start to count the time, which is 2 years for the master and 4 years for the PhD. So it's like a job offer, of course. The job offer, they ask you, if you apply for a job, they will tell you like, okay, this is our offer, this is the salary. You have to answer us within 1 month or within 2 weeks. We are telling you that you have a year to join us. If you don't join the program at Qatar University within a year, then the offer will be cancelled. عيد شرح النقطة. الآن نحن ذكرنا في التقدم بأن الطالب إذا تم اختياره سيتم إعطائه عرض، إرسال عرض له، وليس عقد، وإنما عرض بأنه قد تم اختيارك كطالب أو في وظيفة مساعد دراسات عليا. إذا لم يكن، نحن نتحدث عن الطالب الذي سيأتي للجامعة، الذي لم يقبل بعد في الجامعة، أما الطالب المقبول في الجامعة هذا أمره قد انتهى يعني، وهو موجود في الجامعة فلا يحتاج إلى هذا، فقط نبدأ بإجراءات توقيع العقد معه حسب حاجة الدكتور، متى يريد الدكتور أو المشرف أن يبدأ، هل يريد أن يبدأ في فصل الربيع أم يريد أن يبدأ في فصل الخريف. ولكن نحن نتحدث عن الطالب الذي لم يقبل أو الذي لم يتقدم بطلب قبول لجامعة قطر حتى الآن. سيتم إرسال العرض له وسيطلب منه في هذا العرض، وسيقال له بأنك يجب أن تنضم لجامعة قطر، تتقدم بطلب قبول لجامعة قطر في فصل الربيع أو في فصل الخريف. ونحن كمثال أننا نتحدث الآن عن الطلاب الذين سيتم اختيارهم في نهاية شهر أكتوبر أو في بداية شهر نوفمبر إن شاء الله، سيتلقون هذه الرسالة، يجب عليه أن يتقدم للبدء في الدراسة إما في فصل الربيع أو في فصل الخريف. إذا لم يبدأ الدراسة في جامعة قطر خلال هذين الفصلين فهذا العرض ملغي وسيتم استبداله بطالب آخر غير هذا الطالب. هي كعقد العمل يعني، أنت الآن عندما إنسان يتقدم لأي وظيفة سيتم إرسال عرض عمل له بالراتب والامتيازات وغيرها، ويطلب منه الرد خلال أسبوع أو أسبوعين. هنا في جامعة قطر يطلب منه الرد والبدء في الدراسة خلال هذه الفترة. Another question: can the doctor choose someone outside the approved student list? As I mentioned before, if you have someone in mind, please put it from the beginning in your application. يعني أنا أقول هنا الأستاذ إذا كان لديه طالب ويريد أن يأخذ هذا الطالب والطالب لم يتقدم، يمكن للأستاذ اختيار الطالب من البداية ووضع السيرة الذاتية للطالب وجميع مؤهلات الطالب، ولكن ينبغي عليه أن يتأكد بأن هذا الطالب قد وافق الشروط ووافق شروط القبول في البرنامج وشروط القبول في وظيفة المساعد للدراسات العليا. وإذا كان ولا بد للطالب أن يتقدم على كل الأحوال، إذا كان هناك اتفاق مسبق مع طالب لا بد له أن يتقدم مع غيره من المتنافسين ويتم اختيار اسمه، لا بد أن يدخل النظام ويتم ويقوم بوضع اسمه هناك ويقوم الدكتور باختياره ثم التواصل معه. لكن إذا لم يكن قد تقدم حتى الآن هنا الأمر لا يمكن. لماذا؟ لأنه يفترض إما أن يكون هناك تنسيق مسبق وبذلك يكون اسمه قد ظهر، أو أن يكون قد تقدم مع الطلاب المتنافسين. نعم. Okay, other question: can students from other Qatari university
apply like HP KU can apply for GA? No, they have to be, as I mentioned, the conditions, the supervisor has to be a full faculty member at Qatar University, not in any other university or researcher. And the student has to be students at Qatar University. We are not offering that for, we are offering for our students. So we have to, the supervisor should be our faculty members. We are supporting يعني our students. أريد أن أترجم الإجابة. هنا يسأل هل يكون ممكن أن يكون السوبرفايزر أو الطالب من خارج جامعة قطر؟ طبعا لا. هذه فرص لأداء التدريس والطلاب في جامعة قطر فقط. Other question. Proposal submission by the supervisor would be once a year. But GA student selection will be both in spring and fall. لا طبعا هو يجب اختيار الطالب في الموعد الديدلاين هو في شهر اكتوبر وسيتقدم الطلاب ولكن الاستاذ سيقرر اذا كان الطالب يستطيع ان يتقدم او تقدم اصلا لفصل الربيع للقبول فصل الربيع وقبل يبدا في فصل الربيع او يبدا في فصل الخريف اما الاختيار لا يكون بذلك الاختيار سيكون هناك شهر واحد للتقدم للطلبات ثم اسبوع او اسبوعين لاختيار الطلاب فقط. Maybe they are confused with the offer issue. No, the offer issue is yeah, the offer after you choose the student and the student will be selected and admitted. The student, that's the offer is for the student to start within the spring or the fall. But for the doctor, they have to choose in November. They have to choose the student in November. Okay. Does the same condition apply to the RA position? I don't know. The RA, you have to ask about the RA. We are not talking about the GA. يعني هو يسأل هل المساعد الباحث نفس المساعد الباحث هذه وظيفة أخرى ليس لها علاقة فيها مكتب الدراسات العليا وإنما هي تابعة للمراكز البحثية أو للأقسام العلمية أو المنح البحثية التي تقدم الأخرى مثل منحة الجسر وغيرها من المنح. هذه لهم شروط خاصة ولذلك أرجو الرجوع إليها يعني أنا بعض الأحيان تشترط أن يكون القبول جديد وأن يكون الطالب لم يبدأ بالدراسة في جامعة قطر يعني أمور كثيرة جدا. Also, are we getting 50% discount on the tuition fees as a GA or RA? But who are you, محمد خيري؟ What do you mean? Are we? Who are you? 50% discount is only for GA. It's not applied for RA. I don't know. We don't exactly what Ms. Rada mentioned. I think there is a discount for Qatar University employee. So that's a different story. But for us, for the student, for the GA, there is a 50%. So the student basically will get the salary general for within with the current salaries. The student during these 2 years. At least they will get around 100,000, 150,000, 160,000 riyal for the master students, and they will pay only 30,000 to 36,000 as a tuition. So they will have more salaries, and for the PhD it will be much more, and they will pay only 60,000 for their tuitions. Okay. Student asked, can I attend interviews with different professors for GA positions before getting it finalized? I don't know what that means. Yeah. If you mean that you are working with several professors, of course, it's your choice to ask them, and maybe they can select you in the future. You can look for more than one opportunities, but at the end, you will be chosen by only one professor, and you need to focus with that professor in order to get your research approved. Yes. يعني هو يسأل هل يمكن التنسيق مع أكثر من أستاذ؟ نعم طبعا تستطيع التنسيق مع أكثر من أستاذ. I am a PhD student. I missed GA this time due to long GPA 3.1. Can I apply again with the thesis proposal? No. If your GPA is low, then you can't, basically. Because we are looking for your master GPA, not your PhD GPA.
Okay, the monthly payment is deducted to how much? 6,300. For master. For the master, 8,400 for PhD. But in the future, inshallah, looking for hoping in 2023, inshallah, the salary will be increased. But I'm not sure. الرواتب ستكون 6,300 او للماجستير و 8,400 للدكتوراه. Okay, there is other questions. If multiple PIs applied from the same department, will their all project be considered and reviewed, or there is a restricted number of GAs per department? There is no such things as restricted numbers for by department. There is maybe we have when we receive a lot of applications and projects here in the higher level in the administration, they will try to be justice for everyone. I mean, we will see how can we sort the available jobs according to the college, the productivity. There's several criteria, but you can apply if the whole college applied. We don't want that. At the end, we have a limited positions. We will work our best to give each college as much as we can. But if the whole faculty members, which is 2,000, almost 2,500 faculty members of the university, they can all apply. Why not? Arabic. نعم، هو يسأل هل هناك عدد محدود لكل برنامج أو لكل برنامج لا يستطيع التقدم؟ لا، المجال مفتوح للجميع أن يتقدم، لذلك احنا جعلناها تقدم أونلاين، ولكن في النهاية الوظائف محدودة جدا جدا، يعني لا تنسون يعني نحن لا يوجد لدينا في الفترة الحالية ما يقارب 102 وظيفة مشغولة، ولا يوجد لدينا أي مجال إن شاء الله، ولكن نحن نخطط أن إن شاء الله خلال هذه السنة سيكون هناك طلاب قد انتهوا أو تخرجوا أو انتهت تعاقداتهم، فالوظائف المتاحة الشاغرة قد يكون 10 وظائف، قد يكون 50 وظيفة، قد يكون 20 وظيفة، لا نعرف. يعني هذه ستحدد إن شاء الله، وسيتم توزيعها على الكليات وعلى الأساتذة وفقا للمتاح، ولذلك أنا ذكرت في البداية إذا لم يتم اختيارك فهذا لا يعني عدم كفاءة بحثك، ولكن لا يوجد وظائف، ولذلك احنا سنختار افضل المشاريع الموجوده وسيتم توزيعها ان شاء الله، ولا يعني ذلك اننا سنخصص جميع المشاريع لكليه على حساب كليه اخرى او مركز حساب مركز اخر، وانما سيكون هناك محاوله لتحقيق العداله بين الكليات. Okay, if a PI got a GA, will this GA work only with his PI or have tasks toward other PLs in the department? لا، هو سيقوم بالعمل مع المشرف الذي هو عليه، ويمكن للمشرف إذا كان لديه مشاريع أخرى متعلقة بنفس المجال البحثي الذي يتم اختياره أن يكون الطالب يعمل معه. For the supervisor, for the student, they have to work only with one supervisor. That's the benefit of the new proposal. But it doesn't mean that they are working only in that project. No, they can work because the supervisor at the end is working in one research field. So whatever research they are working together, they can, because at the end it's the benefit for the benefits both. You will publish, because sometimes you can't start your thesis until a year or a year and a half to start your thesis, and you are required to publish, so you can work with them in other projects. What are main criteria for awards for faculty or researchers? I think we mentioned this during the presentation. How many publications required to assess the productivity? Is it per year or after finishing the period? Per year. How many? One at least. One at least. At least a proof of submission. And if we're looking at A proof of submission, يعني نحن نعرف أن هناك تحديات وهناك تتأخر، ولكن على الأقل أن هناك إرسال لهذا المشروع البحثي. طبعا نحن سنتابع أنه هل تم قبوله أم لا، ولكن على الأقل في كل سنة أن هناك قد تم إرسال مجموعة من الأبحاث أو بحثين أو بحث أو غيرها. طبعا هو عادة في البروبوزل الأستاذ يكتب كم متوقع الأبحاث الذي ستشارك، ولكن كل ما زادت الأبحاث أفضل. نعم،
وفرصة أكبر للأستاذ للحصول على الجي اي في السنوات القادمة، لأنه يتبين لنا بأن هذا الأستاذ لديه إنتاجية بحثية وطلابه ينشرون أكثر. The student have to submit anything, any proposal from his side? No. The student will apply to the proposal already submitted. For this year, yes, we ask the student to specify their research field interest. But for the future, no, there will be a proposal. So if the program requires, for example, if you are applying for a PhD program and that program requires you to submit a research a thesis or dissertation plan or a proposal, it's not required from you because your proposal is already the proposal, it's already the proposal that you are your supervisor submitted, so it will be by default. I mean, يعني نحن الآن نتحدث أنه لا يجب عليك أن تتقدم بمشروع بحثي، يعني مثلا على سبيل المثال إذا تم تحويل برنامج كلية الشريعة إلى برنامج الدكتوراه البحثية إن شاء الله قريبا، فمن ضمن الشروع أن يتقدم الطالب بمشروع بحثي مثلا على سبيل المثال، يعني أنا أقول يعني هذا بالجزم، لكن الآن أنت لا تحتاج إلى التقدم، أنت ستتقدم إلى مشروع بحثي أصلا كفاز، وبذلك إذا تمت الموافقة عليك سيكون الكلية قد وافقوا عليك بناء على وجود المشروع البحثي والفكرة البحثية جاهزة لك. هذا مطلوب من غير من الطلاب الآخرين الذين لم يتقدموا لوظيفة مساعد الدراسات العليا أو لم يفوزوا بها أن يتقدموا بمشاريعهم الخاصة، ولكن أنت لديك مشروع أصلا تقدمت له وقام بإعدادي في المشروع. Okay, how many hours of work per week would a GA be assigned? 35 ساعة لابد أن يعمل خلالها في الأسبوع، وهذه لا تشمل المحاضرات التي سيحضرها كطالب، هذه 35 ساعة عمل في المعامل in the labs or in the library or with the supervisor, so they have to work together for 35 hours a week, not credit hours, hours, actual hours. يعني. I mean, each day they will agree like to work 5 hours or 6 hours, 7, 8 hours a day. Maybe they will work 10 hours a day in the lab. They are conducting some kind of experiments. And then they have 25 left, so maybe they will work it in 3 days a week. The most important for us is to work 35 hours a week and in research. Not any other work like admin works, admin doesn't count. So if there is any student assigned to administrative work in their college or in the department, please let us know. It's not allowed to do that. Okay, one student asking about the proposal submission due date. We mentioned that in the calendar, the timeline. Yeah, but student, yani... Students, they are not required to submit anything. No. Yeah, there is an application to apply for or the awarded project and this thesis and project research projects. أنت تحتاج أن تتقدم خلال هذه الفترة الزمنية التي سيعلن عنها. You have to apply during that timeline, which is October in general. So there is no proposal for you to submit. The proposal is for the supervisor and they already have the calendar. Okay, is there any teaching duties GA should do? If they, him and his supervisor agreed to do something which will help in their research, it's okay. But it's not like some kind of requirement because we are focusing more on the research. And so they can't just take credit hours will affect their research. If a student did his or her bachelor degree in QU but studied master abroad, is he or she still eligible for applying? If they study all their the bachelor and the master in another university, they are eligible. It's everyone is eligible as long as they want to apply to Qatar University. الجميع مؤهل سواء كان درس في جامعة قطر البكالوريوس والماجستير أو درس في جامعات أخرى حول العالم، ما دام أن الجامعة معترف بها وأنه يمكن قبول إلى جامعة قطر لا مانع. It's okay. GA is a full-time or a part-time job? Full-time. As a student, because you are a full-time student, so as a GA, you are will be working with your supervisor 35 credit hours. You will sign a contract,
and you will be get a monthly pay, payment. So it's from the side you are looking at the job. If you are looking at it as a student, so it's a part for you because you are working in your research. And if you are looking from the employee side, no, you are a full time. You have to submit your work and everything. So it's a complicated relationship with other university. Yes. Another question. If someone is selected as GA and also got admission in dual degree program in Italy, will he or she be continue to get salary when he will be in Italy? No, that's based on the agreement. It's different from student to student. For the dual degree, it's different from student to student and from agreement to agreement. But as far as we agreed with some programs, while you are at Qatar University, you will be paid. If you are in Italy, you are being paid by the university there, because from according to our agreement, you will get a GA here and GA there, or funded there. I don't know what they call it. Maybe the professor you are working with him, they have a fund there. So it's not the same. So as long as you're at Qatar University, you will get the GA. But if you are abroad, then there's special arrangement agreement based on that. نعم، هو يسأل عن البرنامج. إذا كان أنا قبلت في برنامج دكتوراه، هل أنا حتى لو لم أكن في جامعة قطر سأستمر في أخذ نفس المكافآت أو نفس المكافأة؟ لا، تختلف من طالب إلى طالب ومن حالة إلى حالة، لأن البرنامج الدكتوراه المشترك هو عقد بين ثلاثة، بين المشرف في جامعة قطر والمشرف في الجامعة الشريكة والطالب. ولذلك في الغالب أنه لا، إذا ما كنت ما دامك أنت في الجامعة الشريكة فيفترض وفقا للاتفاقية التي بيننا أن يكون لديك هناك منحة بحثية، وإذا كنت في جامعة قطر ستحصل على الجي اي. فلذلك يعني يختلف الأمر، لا يكون نفس الشيء. Is GA eligible for family visa if he is married? No, because we checked with them, it's very hard. يعني لا يمكن، يعني بالنسبة للزيارة أو الإقامة العائلية لا يمكن ذلك، لأنه يأتي بتأشيرة طالب وليس بتأشيرة عمل. فلذلك يمكن إحضار الأسرة. I would like to ask if master students will have a 50% discount on the fees. Everyone will have, every GA will have a 50% discount in the fees and the tuition. كل الطلاب. Discount only for GA, not for all master students. Only الخصم 50% فقط لموظفي الدراسة، موظفي مساعدي الدراسات العليا فقط. The 50% fees tuition deduction is only for the GA, not for the regular master students. Or you are an employee at Qatar University. That's a different story. It's not related to the GA. It's related to you working at Qatar University, and that can go through the HR, not through the Office of Graduate Studies. The HR, they will deal with that. عفوا، هنا سؤال مهم جدا، الدوام كامل ام جزئي؟ لا لا، اذا كنت تعمل في وظيفه المساعد الدراسات العليا لا يمكنك العمل في اي وظيفه اخرى خارج الجامعه، ونحن لا نقبل ابدا ان يكون ان الطالب اذا كان يعمل بتاشيره عمل لا يمكن، لا يقبل في وظيفه المساعد الدراسات العليا. اذا كان هو قد اتى ب يعني اقامته على اقامه عمل لا يقبل في جامعه قطر. وبالنسبه للطلاب القطريين الذين يفكرون في التقدم للبرنامج، لابد ان يحضر شهاده من وزاره التنميه المدنيه والعمل والتنميه الاداريه، يحضر شهاده بانه لا يعمل، او اذا كان يعمل في القوات المسلحه او يعمل في وزاره الداخليه. لا يمكن للذي يحصل على وظيفه جي اي ان يعمل في مكان اخر. واذا كان سيعمل ذلك حتى وتم اكتشاف هذا الامر، سيتم الغاء المنحه الخاصه به فورا. And also we are going to check with the research in case the any student apply for GA and for DESRA. Yes. So we are going to check with our representatives there to give us the list for approved DESRA applicant and who already won with won DESRA award. So يعني شكرا جزيلا. فعلا احنا سنعرف ذلك، لدينا وسائل الوصول اليه. How can a student from abroad obtain a QID؟
يعني هي تسأل تقول كيف يمكن للطالب من خارج الدولة أن يحصل على تأشيرة أو رقم شخصي في قطر؟ الطلبة الدوليين جميعا عندما يتقدمون يعني حتى نحن عندما نرسل لهم عرض العمل يكون مكتوب فيه بوضوح بأنه لا بد لهم من الحصول على تأشيرة عمل، تأشيرة للدخول الجامعة قطر والتقدم عن طريق الطلب الدولي. الطلب الدولي سيتم استعراض الملف وإصدار إذا كان مرشح للقدوم لدولة قطر أم لا. For international students, you will not be able to obtain QID while you are abroad. Even if you receive the offer letter, even if you are admitted to the program, still, according to the regulation, maybe you will not be able to get the QID at the end. But when we will bring you to Qatar, you will come here as a student. So in your resident card, you will see the job is student. So you are not coming as any other, you will get a QID. But you have to communicate once you receive the offer before you apply for the visa or for the program. You have to communicate with the international students office and submit your paper, and they will let you know if you are eligible to apply for a visa. And it's not guaranteed. Even if you apply to you are eligible, sometimes the regulation of Qatar will not allow you to come, or the visa basically will not be issued for several reasons. So we will not be controlled. So that's an important thing to know, that even if you get acceptance, you may not be able to come to Qatar. We can't control that. Another question: if I start working before signing the contract, is it possible if I get reimbursed? We're still working with the HR for that, but so far no. Once you sign the contract, you will start to get payment. But we will see with HR if we can do that, inshallah. But in the future, you will not face that issue for certain, because you will not start studying until you will not start your study the semester unless you sign the contract. One student يعني asked. السؤال: هل لو بدأت بالعمل قبل توقيع العقد يمكن أن يتم تعويضي؟ إلى الآن لا يمكن ذلك، ولكن لا داعي للقلق لذلك إن شاء الله. بالنسبة لخريف 2022، الخريف 2021 هم من سيقلق بهذا الأمر، لأنه يعني حتى الآن يتم توقيع العقد. أما خريف 2022 فلن تبدأ أصلا في الدراسة إلا وقد وقعت العقد. فمجرد بدأك في الدراسة، وهو الوقت الذي استبدأ فيه بالعمل هو بدء الدراسة في الجامعة. فمجرد بدأت الدراسة ستكون أصلا قد وقعت العقد، وذلك سيتم بدء احتساب المكافآت والرواتب من يوم بدء الدراسة وليس من يوم توقيع العقد في المستقبل وليس الآن. One student asked about the progress regarding family visa for PhD students. لا يوجد تأشيرات للأسر، لأنك ستأتي بتأشيرة الطالب وفقا للأنظمة في دولة قطر. في دولة قطر لا يمكن لك أن تحضر الأسرة معك من الخارج. Yeah, you will not be able. There is nothing regarding the visa, family visa, for the PhD students or for the master students right now, because you are coming as a student, and there is no visa for that. If in the future we will be able to do that, we will be happy to do it. But so far, there is nothing. Am I eligible for GA if I'm taking six credit hours per semester? GA, you have to take 9 credit hours, and if you want to take 6 credit hours, you need to apply for that, and with a very strong justification, very strong justification, because we didn't choose you unless because we choose you because we know you are able to do that. You are one of the best students, so will be able to do this. يسأل عن سيف الدين، يسأل هل يمكن أن يعني اخذ 6 ساعات؟ لا، الطالب المساعد دراسات العليا لابد ان ياخذ 9 ساعات، واذا كان يريد ان ياخذ اقل من ذلك فلا بد من مبررات قويه لذلك ويقوم برفعها المشرف. Some student asked us to send this presentation to them through their emails
You can view this presentation and the whole event in YouTube, I think within 3 days from today. So you may check the YouTube. نعم. What month will I sign the GA contract? Okay. That's a tricky question. عفوا قبل ذلك بالنسبه لهذا هذه الفعاليه هي مسجله ان شاء الله انها مسجله عاد يكون مسجله نعم وسيتم نشرها ان شاء الله على اليوتيوب بالكامل بمن فيها الشرائح التي تم عرضها وسيتم تعميم هذا البريد الالكتروني وسيتجدونها في وسائل التواصل الاجتماعي التابعه لمكتب الدراسات العليا ومكتب البحث العلمي لذلك ستجدون اوكي فور ذات تريكي كويستشن وين اي ويل بي ايبل تو ساين For the current for 2021, we don't know because we will send all the names to the HR and the HR will start to contact you. But we are hoping within 1 month you will sign your contract. But we can't promise you because the HR are dealing with the whole universities. So they are signing new contracts with several people, faculty members. Administrators, maybe people from maintenance. So you need to be patient and have that view. For the future students, you will not start your study or your job in the fall unless you sign your contract. So we think because the admission decision will go out and by April or May, we're expecting the contract to be signed during this area time in between May, April, June. So it's for certain before starting the semester. And they will contact you because the offer you received from the HR, not from our office, you will receive it from the HR and they will start their signing. Is there any exceptions for لا عفوا لازم نترجم هذا متى وقع العقد بالنسبه للطلاب اللي تم اختيارهم في 2021 يرجع للاتش ار لاننا لم نرسل الاسماء لهم ولكن نامل ان شاء الله نحن نستعجلهم خلال شهر يتم التوقيع بالنسبه للطلاب المستقبلين في 2022 باذن الله لن تبدا الدراسه الا وقد تم توقيع العقد ونحن نامل ان شاء الله يكون في نهايه العام الاكاديمي الحالي او خلال فتره الصيف وسيتم التواصل معكم وتوقيع العقود معكم يعني لا داعي للقلق ان شاء الله سيتم التواصل معكم اذا تم اختياركم انتم يهمكم انكم تصلكم رساله انكم قد تم قبولكم وانه قد تم اصدار التاشيره للطلب الدوليه Any exceptions for GA regarding the GPA? No. So far no. Because believe me or not, the students over the GPA are much more than we expected. So if we have 20 jobs available, we will receive over 250 applications with the better GPA 3.5 and over. So there is no exceptions. يعني تسأل هنا ويسأل السؤال كان حول المعدل هناك استثناءات؟ لا يوجد استثناء من المعدلات. لأن الطلبة المتقدمين بمعدلات عالية عددهم كبير جدا وبالمناسبة شكرا لهذا السؤال لا يشترط ليس من الشرط أن يكون معدلك 4 من 4 أنك ستأخذ جي اي ممكن طالب بمعدل 3.5 أو 3.2 يأخذ جي اي وطالب من 4 لا يأخذ لأن التركيز ليس على المعدل فقط لفلترتها ولمعرفة مدى مستوى الطالب ولكن أيضا يركز بصورة أكبر على ملف الطالب وإنتاجيته البحثية وقدراته والمهارات التي اكتسبها. So it's the GPA is not the main criteria. It's your profile. So maybe you are a 4 out of 4, but you will not be choosing. And some other student with 3.5 or 3.6 would be choosing because their research profile is stronger than yours. So it's not depends on your profile. So if you have when you apply, put all your experience, all research involvement, all studies involvement in your proposal. Make them bored when they are reading your proposal. Okay. If a PhD student successfully receives the grant, can they perform or state the project from abroad? If we have a problem with the student visa? No. You have to be at Qatar University
to start because Qatar University doesn't have distance learning. We are in campus university. So you have to be here to start and to conduct and everything. And we can't sign basically a contract with you if you don't have QID. Yeah. Besides that, visa is one of the admission requirements. Yes. يعني لذلك من السؤال هل ممكن أن أنا فزت وأنا أشتغل خلاص برا وما أجي للجامعة؟ لا. لأن جامعة قطر هي جامعة بالدراسة صفية في قاعات الصف وفي المختبرات وليست جامعة تعليم عن بعد. البعض سيقول لا الظروف الراهنة هذه ليست هي الواقع، هي ظروف استثنائية بسبب ظروف الجائحة. نحن نتعلم عن بعد، وإلا كما ترون نحن موجودين في الحرم الجامعي وأعضاء التدريس موجودين في الحرم الجامعي ويعطون محاضراتهم من داخل الحرم الجامعي وليس من الخارج. والطلاب الذين من ضمن مقراتهم حتى في البكالوريوس من ضمن مقراتهم الدخول إلى المعامل يطلب منهم ويستثنون من قرار الدراسة عن بعد. So the students who are required to attend the labs, even if they are a bachelor students, they have and they must to come to Qatar University to the campus. Can a second year student in PhD be hired as a GA if he or she did not get GA in his first year? لماذا؟ Why not? Okay, can we have a copy of the contract offer just until we receive the offer from HR? لا. You will receive it after you approve the after you reply to your offer, whether it's okay or not. Okay. You see the requirements. It's most those requirements and those conditions. It's the same in the contract, but the details of the contract we will not reveal it to anyone. And the HR they will, if the HR will send you a copy, that's up to them. We can't reveal it. Should the GA travel abroad, Qatar for conferences or contests once asked from him? If you have a budget to do that, go ahead. We are not supporting that unless you have a budget or you are participating in a bigger grants. Your supervisor can support your involvement. But for you, for us, we only offer the salary and we offer the deduction and even the research rewards, which there is the money we're not giving for that. لا يمكن يعني السفر على حساب مكتب الدراسات العليا للمؤتمرات وغيرها الا اذا كان هناك يعني انت مشارك في منحه بحثيه كبيره او ان المشاركه على حساب الخاص بالتنسيق مع المشرف. هل ممكن يطلب منا السفر؟ يطلب اذا طلب منك، اذا طلب سيكون هناك دعم بلا شك اذا طلب، لانه في حال هذه كل مصلحه البحث وهذا من المشرف وسيكون هناك دعم من المشرف، اما نحن لا نطلب. Okay, student ask about the salary. I think we mentioned this more than one time. Yes. 6,300 for the master, 8,400 for the PhD right now. In the future, we don't know if we are going back to the same salary or we still in the same salary. We can't say anything about that yet. الطلاب المستمرون في الوظيفة مدة السنة الماضية هل يجب عليهم الآن أن يقدموا لمشروع بحثي مع دكتور أم يستمر في عمله؟ يستمر في عمله. الطلاب الذين تم التعاقد معهم بالنظام القديم يستمر تعاقدهم حتى لو كان طالب PhD. يستمر التعاقد معهم على النظام القديم لحين انتهائه. All the students who started their contract according to the old policy, they will continue in the same thing until they finish. They are not them, neither them or the supervisor are required to submit a research proposal. You don't need to do that. Any other questions? As a supervisor to the student, I have a QUID. Will this help in any way for that student? This QUID not for the supervisor. This is the supervisor. You must have that QUID because you are working at the university as a full professor. As a full faculty member, the student has to have a QUID or be international student to be admitted here. So your QUID is not, you must have that because you are already a faculty member. Okay. Yeah. No you more questions. Huh? No more questions. Okay. شكرا جزيلا لكم جميعا على حضوركم. نحن متاحون للأسئلة.
في أي وقت. Thank you all for attending this workshop. We hoped for more, but we're taking what we have, and we will you will receive the link for this one, for this meeting workshop, as we have already submitted the previous ones. كل التمنيات لكم التوفيق لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you for your attendance. See you soon. Thank you very much. Thank you.